المواجهة، وبعد الاستهانة بأرواح الشباب وإراقة الدماء على دكة الإصلاح وعدم تنفيذ مطالب الجماهير، قرر المعتصمون في مدينة الرميثة التحول إلى الخطوات الاحتجاجية السلمية التالية: أولاً، إعلان عدم تجول مركبات السياسيين الحكومية في المحافظة. ثانياً، إغلاق مقرات جميع الأحزاب واستلامها من قبل الأجهزة الأمنية ووضع لافتة على كل مكتب مغلق باسم الشعب، ويتم الإغلاق من قبل مدير الشرطة. ثالثاً، نصب خيم اعتصام جديدة على سكك القطار لشل حركة سير القطارات، وتنفذ هذه الخطوات خلال 72 ساعة، وخلاف ذلك سيكون لنا موقفاً آخر يعلن لاحقاً. والله ناصر المظلومين، والرحمة والمغفرة لشهداء ثورة.